طبيعة نغمته المتعددة الأوتار فرضت على صناعته العديد من المراحل التي يمر بها العود، ومن هنا كانت لعائلة عزوز السبق خلال ما يزيد عن 90 عاما، تفردت من خلالها العائلة في إنتاج آلة العود بمختلف أنواعه. أنا حبيت أن الكواليتي بتاع العود يكون عالي وأن العود يتعمل قدامي، فابتديت أقرر أن أنا أفتح مصنع. الكلام ده من حوالي يمكن 10 سنين، أنها يبقى مصنع بيعمل العود من الألف للياء، مفيش حاجة بتتعمل برا. ابتديت فعلا حوالي يمكن 3 سنين، كنت حققت المصنع ده وصل ل50 عامل، وكلهم جم واتدربوا طبعا تحت صناعية خبرة، وكنت أنا طبعا ببشر عليهم. خالد عزوز الحرفي المصري الذي ينحدر من عائلة شهيرة بصنع العود يمرر أسرار المهنة لأبنائه. ابني دلوقتي عنده 19 سنة وبيشتغل في عدان اللي هي بتاعت المحترفين العزف، بيعمل عواد مستوى عالي جدا. وعندي عمر واحمد 13 و14 سنة وما زال بيشتغلوا، بس هم بيشتغلوا في الوقت الأجازة لأن طبعا دراستهم أهم. حتى الأولاد اللي عندي في المصنع اللي انت شفتهم دول ولاد العمال اللي عندي. يمر العود بمراحل عديدة، بداية من الأخشاب بشكلها الخام والتي يتم تقطيعها لقطع صغيرة بأحجام مختلفة لتناسب المقاسات المختلفة للعود. أول مرحلة تعتبر في العود اللي هي مراحل بتاع تشريح الخشب كله، مش شرح بيجي خشب شجر مظبوط زي خشب شجر بتاع الصرصور بتاع الصعيد، وبيجي لنا الزن طبعا بيجي من بره، والخشب المسك اللي هو بتاع الوش بتاع العود نفسه. بالنسبة للأعواد دي بالقطع، في قطعية مثلا بتبقى حوالي 72 سنتي اللي هو الضلع بيطلع 72 سنتي، انما غير كده ما يختلفش العود. في بقى اطوال صغيره تبدا مثلا اللي هو العود الصغير خالص بيبدا من 60 سنتي مثلا، ده الاخر حاجه اللي هي ال 75 سنتي. ومن خلال الورش العديده التي تعمل على تكوين القطع الرئيسيه للعود وهي القصعه التي تمر بمرحله الصنفره، ويتم وضع قطع الاخشاب على المكواه لتدوير اخشاب القصعه. هي المراحل اللي بنتم بيها بتاعه القصعه عباره عن ورده وكعب وعبارة عن أخشاب متنوعة زي خشب جوز، خشب ورد، خشب سرسوع، خشب زان، جميع أنواع الأخشاب. نبتدي بالقصعة، يعني القصعة العادية اللي هي الجملكة اللي هي النص لوكس الكلام دون، بالأخشاب اللي هي السرسوع الزان، إنما اللي هو اللوكس العالي بالجوز بالفنجي بالورد. مكونات القصعة زي ما أنا بقول لك كده، زان سرسوع ورد. بجيب القالب بنصب عليه ضلع النص، بكون ببتدي اقطم الدلوع على الصينيه طبقه على السير بمقاسات معينه، وبعد كده برجع اجمعها تكون معايا الشكل ده. يعني انا في اليوم ممكن اعمل 20 قصعة لان هي فيها مراحل شغل كتير. في اللوكس اللي هو اللوكس العالي ممكن تعمل 2 3 اللي هي مرحلتها بردك اكتر. اللي بيفرق تضييق الدلوع. القصعة العادية 15 ضلع، القصعة اللي هي اللوكس 21. العود الشعبي عود بتاع طلبة اللي هم بادئين العزف. العود اللوكس بتاع عازفين كبار، بتختلف في خزنة الصوت، نوع الخشب في القصعة ونوع الخشب في الوش اللي بيركب في القصعة. قطع آلة العود الصغيرة التي يتم العمل عليها من خلال العديد من الحرفيين، سواء النقش على العود وتزيينه بالأصداف سواء من الأمام أو الخلف، إلى أن يكتمل العود بجميع أجزائه ليدخل إلى المرحلة الأخيرة وهي دهان العود بالألوان المناسبة. مرحلتي مرحلة التجميع اللي هو حاجة بالصنعة بتاعتنا التقفيل، اللي هو أنا بيجيلي الوش وبيجيلي الرقبة وبيجيلي القصعة والفراسه بتاعتي، وانا ابتدي اجمع كل دوت اخليه في الاخر يبقى عود. يعني بيشكلوا لي الحاجه وانا اجي للقصعه سقط الوش جوه القصعه، بعد كده ببرده واربطه، وبعد كده بغري زي ما انت حضرتك شفت كده، واحط الرقبه بتاعتي، بعد كده اركب فراستي واركب الرقمه والكعب ويتنجر ويطلع للدهان. الشغل اليدوي مهما يكن ما بيطلعش بدقه المقاسات المطلوبه بالظبط، انما دلوقتي انت لو عايز جزء من الملي فالمكنه بتوفره لك بالظبط. كان في اجزاء في المكنه كانت الشغل العادي او الشغل اليدوي ما كانش بيطلعها برضه بنفس التقنيه او بنفس المقاسات بالملي بنفس الشكل اللي انت عايزه. دلوقتي المساحه والمقاس وكل حاجه موجوده، غير فرق التوقيت اللي الشغل اليدوي كان بياخد في يوم او 2، انا بعمله في خلال ساعه او 2. عندنا هنا هو المفروض الشرقي كله مقاس واحد،
الشرقي كله معروف اللي هو الاصعب تبقى 51 في 37 عرضها. في عندنا بقى اللي هو العود اللي هو الثاني اللي هو بيتحط الفرصه المتحركه، اسمه فرصه متحركه. العود الفرصه المتحركه ده مقاساته بس هي الوحيده اللي بتختلف، لان بيبقى فيه لعب تكنيك على العود احنا بنظبط له المقاسات بتاعته. انما كله اللي هو الشرقي كله مقاس واحد ما فيهوش اي اختلاف، بيختلف بس اللي انا لو عايز اغير من الاصوات الداخليه اغيرها في الوش في الدواقيس بتاعتي، حاجه اسمها الدواقيس هي دي اللي بغير فيها الاصوات، انما كمقاس كل المقاسات واحده. خطوة عزوز المقبلة فتح معارض في مختلف الدول مثل السودان والسعودية واليونان، بالإضافة إلى إجراء شراكة مع بيت العود في مصر وعدة دول أخرى. بيت العود اختارني صانع رسمي ليه، إن أي طالب طبعا يجي بيرشحوا له إن العود المظبوط المقاسات المعتمدة اللي هي العود بتاع خالد عزوز. ففعلا مضيت مع وزارة الثقافة وفعلا ابتديت ماسك صانع رسمي لبيت العود في مصر. بعد كده طبعا دكتور نصير شمع ابتدى خلاني كمان مسكت في السودان، ابتديت اوجه دان السودان، خلاني ابتديت امسك في العراق وابتديت اعمل في العراق شغل كويس في بيت العود. ويعتقد ان اصل العود يرجع الى العراق عندما ظهر في جداريات عمرها 2000 عام وانتقل الى اوروبا من خلال اسبانيا وتحورت اشكاله. وبالرغم من أن العود حاضر وبقوة في الموسيقى العربية، فإنه جزء كبير أيضا من الموسيقى الفارسية واليونانية والصومالية. لبرنامج مراسل النيل، رمضان المطعاني.